Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. مكسرات من أي نوع ترغبوا فيه؟ أي نوع أنتم بترغبوا فيه؟ 400 جرام. نطحن مكسرات. ممكن نستخدم خبز كيتو دايت أو خبز عادي أو عجينة الكنافة. ممكن نستخدم هلقيت بفرجيكوا كل شيء. زبدة أو سمن. حرارة الغرفة 200 جرام. واللون طعام برتقالي قليل من لون الطعام أو حسب نوع الطعام الكمية. هيك أصبحت جاهزة. لازم نستخدم وعاء فيه له حواف إنشان بعد ما تنضج يكون شكلها حلو وماسكة حالها. ممكن نستخدم خبز كيتو دايت، خبز قمح، خبز عادي المتوفر عندكم. إذا استخدمنا خبز فقط بنوضع السمن أو الزبدة نفس الكمية، فقط بنبدل بدل المكسرات خبز أو بدل المكسرات عجينة الكنافة نفس الكميات. عجينة الكنافة موجودة في السوق أيضا نفس المكسرات، بس بنرفع ال 400 جرام مكسرات بنوضع خبز أو عجينة الكنافة، نوضع الزبدة أو السمن عليها ولون الطعام تتعامل معها نفس الشيء. جبنة مزوريلا أو جبنة عكاوي، ويفضل جبنة عكاوي أو مزوريلا. إذا كانت مالحة لازم نتخلص من الملح، نعملها قطع صغيرة نضعها بالماء 3 ساعات ونبدل الماء كل نصف ساعة بنبدل الماء. نضعها بالفرن 200 درجة مئوية ونشغل الفرن فقط من الأسفل، بنشغل الفرن 200 درجة مئوية، بنحطها بأول رف من تحت، نعمل القطر أو الشيرة، نوضع ماء ساخن، ماء ورد وبديل السكر ستيفيا. الكمية والنوع هو اختياري حسب ذوقكم، كمية البديل السكر أو ماء الورد حسب ذوقكم. والناس الغير كيتو ممكن نعمل اللي هو الشيرة أو القطر اللي هو العادي، 250 جرام ماء، 500 جرام سكر وقطعة ليمون. عند الغليان نضعها، نغلق الوعاء ونضعها 8 دقائق وهيك أصبحت جاهزة. وهي سيئة جدا سيئة السكر، ولكن في ناس معنيين بدهم السكر. هيك أصبحت جاهزة، قلبناها مثل ما انتم شايفين، هي كتير روعة. نوضع الشيرة أو القطر، نوضع زينة حسب ذوقكم في السوق حلبي. هي كتير روعة وكتير مميزة. هلقيت بفرجيكم كيف تنعمل بالمقود الكهربائي أو الغاز. مثل ما انتم شايفين نفس الشي بكيفكم، اعملوا بالفرن، بالمقود الغاز الكهربائي، مثل ما بدكم. وهيك أصبحت جاهزة. نفس الشي بنقلبها وعاء آخر نفس المقاس، سواء صينية أي وعاء متوفر عندكم في البيت له حواف، يكون اثنين نفس المقاس تقريبا. نوضع الشيرة، نوضع الزينة حسب ذوقكم. هي كتير روعة ومميزة، في أمان الله. تزرونا بصفة جديدة، اتمنى الاشتراك بالقناة، إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.